صباح الخير لكل المشاهدين، ونحن اكيد هيدا اخر نهار باسبوعنا الرياضي. موعدنا رح يتجدد معكم نهار الاثنين. الحلو انه نجرب قد ما فينا مثل ما بنبلش نهار الاثنين بحيويه بفريشنس، مثل ما بنجرب نهار الاثنين انه نكون محمسين للرياضه قد ما فينا، نختم كمان الاسبوع بهالطريقه. للناس اللي تمرنوا 6 مرات هيدا الاسبوع شغله كثير منيحه، طالما انكم عم تاكلوا بطريقه صحيحه وعم تعملوا ريكفري وعم بتناموا بطريقه صحيحه. يلي تمرنوا 5 مرات كمان بعطيهم 2 thumbs up. تمرنوا 4 مرات كمان كثير منيح. يلي بلشوا ينزلوا 3-2 او تمرينه وحده بالاسبوع، هذا شيء منه منيح. انا ما بدي تحدد وتقولوا انا بتمرن مره بالجمعه او مرتين او ثلاثه، بدي اياكم تقولوا انا بتمرن كل يوم وبريح نهار واحد. باكل بطريقه كثير صحيه دائما. الدايت لازم تعرفوا مش اني اقطع حالي على الاكل، الدايت يعني نظم الاكل واكل فول كالوريز اللي بغذوا لي عضلاتي كرمال اقدر ادي كل الرياضات والوظائف الحركيه بنفس الوقت. من الاشياء اللي انا كمان بنصحها بالويكند انكم تجربوا قد ما فيكم تطلعوا اوت دورز، خاصه بفترات الصباح وبفترات المساء لما تكون الحراره منا كثير مرتفعه، بتكون اجمالا متدنيه. رح اعطيكم انا 2 options هالمره. اول اوبشن بكون انكم تقدروا تروحوا على البحر، رح نشوف الصوره قدامنا، وبركي تقدروا تعملوا مثلا ويند سيرف. ويند سيرف من الرياضات يلي كثير مهمه بلبنان، عندنا مجتمعات كثير كبيره خاصه بشمال، وعندنا مدارس كثير حلوه بتعلم الويند سيرف. ويند سيرف رياضه كثير حلوه، قد تكون معقول شوي اكسبنسيف، ولكن انا يلي قادر يعمل ويند سيرف بتمنى عليه يطلع لبرا يلامس المي، يشوف السماء، يشوف الشمس، دائما تفاعلوا مع عناصر الطبيعه. الصوره الثانيه اللي هي اكيد اقل تكلفه، وانا عم بكون هون بكل بساطه موضوع يلي عم بقوله فيكم، بس مجرد انكم تروحوا على البحر تشلحوا من اجريكم، تخلوا الاجرين من تحت يلامسوا الرمل، شغله كثير صحيه مثل ما قلت انكم تتفاعلوا مع الطبيعه. فيكم بس تنزلوا تعملوا اوت دورز، تعملوا مشي على الرمل وبالبحر. اليوم موضوعنا رح يكون عن عضلات الكتاف، بختم فيه انا اسبوعنا الرياضي. رح نشوف كمان صوره عن عضلات الكتاف، دلتويدز، ميله اماميه، ميله بالوسط، وميله خلفيه. رح نشتغل عليهم سوا بسرعه انا وياكم كرمال نغطي كل عضلاتنا لهالاسبوع. ورح بلش مع الدمبلز. دمبلز خفيف، باخذ البوستشر تبعيتي اللي بتخولني ادي الحركه بطريقه صحيحه، برجع الكتاف لورا، بشد المعده مزبوط، بطعج ركابي، اجري على وسع الكتاف، بطلع لاترال ريز وبرجع فرونت ريز، لاترال ريز برجع فرونت ريز، عم بعملهم مع بعضهم فري ويت دمبلز. بدي اتمنى لكم كمان نهايه اسبوع كتير حلو. انا معقولي بعد يكون عندي محطه معكم اليوم، ومحطه كتير اساسيه على الساعه 6 المساء بالبرايا بيتش ريزورت. دغري بصير حد الرمال بالزوق مطرح ما بنعمل سانست بوت كامب. فادي سمعان رح يكون هنيك، وكل الشباب عاده عم بكونوا هنيك. 2 more to go. بكل بساطه لما اقول بوت كامب، انا تايب كتير هلا صار معروف من التمارين الرياضيه، هو اصلا بوت كامب يعني مخيم عسكري، بنكون عم نشتغل فيه حركات رياضيه. بس عليكم تجيبوا قنينه المي تبعكم، وما تفكروا انه رح يكون كثير قاسي، لانه هذا الصف بكون في كثير عالم ومقسم لكذا جروب، وكل جروب حسب اللياقه البدنيه والليفل تبع اللياقه البدنيه تبع الشخص. بنكون عم نشتغل بمساحه كثير حلوه على الرمل، وعم نتعلم نتمرن بطريقه كثير صحيه وبطريقه يكون دائما اوت دورز وطريقه مختلفه. لكن رح ارجع بلش من هون ب شوي وزن اثقل، ورح اعمل 1 arm فرونت ريز، بس رح تكون هامر ستايل. 2، بعد دائما مشدوده. 3 4 5 6 7 8 9 10. I go for more. 1 2 3 4 5 6 7. أنا وياكم على مهلنا. 8 9. 1 more to go. 10. بتمنى عليكم يكون في تصميم، تصميم كثير قوي. لا تعرفوا شغله وحده، بعرف منا طريقه هينه انكم تاخذوا القرار وتبلشوا تتمرنوا، منه شيء هين، في عرق، في تعب، في اوقات
كتير بتحسوا حالكم كتير جسمكم تعبان ومش قادرين تتمرنوا، والعامل النفسي بيسيطر عليكم بصراحة أكتر من العامل الجسدي. هون لازم تتنشطوا شوي، ترجعوا تعرفوا إنه إذا بتكونوا تعبانين وعضلاتكم تعبانين وبتتركوا حالكم تروحوا رح يصيروا عضلاتكم أضعف وأضعف وأضعف كل يوم عن يوم. مشان هيك لازم حتى لو رحتوا على الجيم بس مشيتوا شوي على التريدميل أو عملتوا حركات ستريتشنج أو رحتوا عملتوا حيل شيء صغير، افضل من ما انكم تكونوا قاعدين على الكاوتش وعم تزيدوا الامتي كالوريز عم تاكلوا بلا ما تكونوا عم تعملوا فيزيكال اكتيفيتي. مشان هيك خلي تكونوا كثير مصممين على انكم تعملوا حركات رياضيه بتفيدكم. من هون رح ثبت كمان كواعي على جسمي بطريقه كانه في براغي فايتين بالجسم، ومن هون 1 2 3 4 5 6 7 8 المعدة دائما مشدودة، 9 10 5 more to go، 1 2 3 4 5 perfect. رح ارجع اروح ل seated position مثل ما بكون عادة واقف على اجريه. كثير مهم كمان يكون عم بعمل حركات انا وقاعد، دائما باخذ نفس برتاح شوي بحضر حالي قبل كل حركه. بتمنى عليكم للناس يلي عم بيعملوا رياضه ما تكونوا عم تتمرنوا بطريقه عشوائيه، لانه ما نعمل رياضه ابدا شغله مش منيحه، انه بالمقابل نكون عم نعمل رياضه بطريقه عشوائيه كمان شغله مش منيحه. التمرين تبعنا لازم يكون دائما كادري، دائما ممنهج، دائما محطوط بمحل معين. ببلش بواحد 2 3 بدي اعمل 1، بدي اعمل 2، بدي اعمل 3، بدي اعمل 4. نكون دائما منظمين حالنا بالتمرين. كل شيء بالدنيا بده تنظيم وخاصه الحركات الرياضيه. من هون ايدي على خصري، اوفر هيد وان ارم شولدر بريس، 2 3 كمان 4 5 6 7 8 9 10 2 more to go 1 and 2 and 2 perfect. بخذ نفس عميق 12 مرة بإيد الشمال. دايما اذا بتحسوا في ناس بيقعوا بهالغلط، اذا عندكم ضعف بايد عن غير ايد مش يعني لازم نمرن هيدي الايد بس، لازم نمرن الايدتين سوا بنفس الطريقه، وبترجع الايد الضعيفه بتعمل بيلد اب شوي شوي لسترينث وللقوه. من هون كمان 12 اوفر هيد 1 ارم شولدر بريس، 2 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
and two. Perfect. رح ارجع بعد شوي لكمان حركه seated overhead, ولكن هلا قبل seated. دائما استعمال المرايه مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لانه لما اكون انا فيجولي شايف شو عم بعمل, بكون عندي احسن طريقه كرمال اشتغل على البوستشر تبعيتي, واعرف اذا عندي ايد اعلى من ايد, اذا عندي انجل شوي وضعيه جسمي منا مزبوطه مثلا, ارجع اعمل ظبط هذا الموضوع. فدائما مشان هيك بتشوفوا بالجيمز في مرايات, عاده المرايات هن بنحطهم كرمال نقدر نعمل تو فيجوالايز البوستشر تبعيتنا والحركات اللي عم نقديهم. من هون شوفوا كيف رح ثبت ايدي ب 90 درجه, دقني عالي من هون, واحد, معدي دائما مشدوده, اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة, كمان, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. I go for five more slowly, على مهل, على مهل. No need to rush. اثنين, ثلاثة, أربعة. أنا بجرب no need to rush, بجرب طول الوقت قد ما فيه لأنه رولا عم تتفرج علي, بصير أنا قد ما فيه. مش هيك رولا؟
I have to do the best of me لأنه أنت عم تتفرج علي وما في يعني أغلط بولا غلطة. لازم تشارك. أنا هاي مشكلتي مشكلة أنت بتعرفي ساعة بدك أعتبري فقرة ورك أوت لإلك مش تشاركي فيها بس. تسلم أنت من أهل البيت بس أنا بحب أتحمس ومشارك معك بالرياضة ما هلا باستوديو ما بقدر لأنه بكون في ديدو بويا للأسف مثل ما بنسميه. أنا بدي أقول لك إنه أنت عندك كارت بلانش ساعة بدك تتمرني معي. ثانك يو امين ثانك يو يعطيك العافيه خبرني شو صار من يومين بعرف كان عندك ايفنت مميز كانت عم بتقدمه كان ايفنت كثير منيح ايفنت ام ام اي هلا اذا بدك لما نبلش بالويندو بخبرك عنه مفصلا بدي ارجع ادعي العالم معك بالويندو لليوم للبوت كام كمان فلنحكي بعد لحظات قليله يلا اوفر هيد دبل ارم دبل بريس بتكون اخر حركه لليوم 5 المعدة دائما مشدودة 6 7 8 9 10 5 مور 1 2 اجري ثابتين وعم بيساعدوا لي ستابلايزيشن تبع الابر بودي تبعي 2 مور تو جو 1 اند 2 دقني عالي اند 2 بيرفكت على مهلي ترانزيشن ما بين حركه والثانيه كثير مهمه للسيفتي تبع التمرين تبعنا انا اكيد اليوم فكرتي خلصت ولكن مثل ما بقول لكم دائما بكون محمس لنهار التنين مش قادر انطر لبال ما اشوفكم نهار التنين نرجع قد ما في انا اكون عم بعطيكم انسبريشن عم بعطيكم تيبس من خلال ورك اوت من خلال الايف ومن خلال الام تي في لانه هيدي نحن رسالتنا لحد هلا ابديه هيك بالرياضه رح انتقل عن زميلتي رولا هلا حتى الاحد بتعمل سبور امين اذا ما كان عندك حدا الاحد اتس ماي داي اوف هو النهار اللي برتاح فيه وليترالي برتاح فيه يعني ما بعمل شيء ابدا برتاح كثير قد ما فيه لحضر حالي لنهار التنين خلال اسبوع كمان كثير بنتبه على النوم مثل ما قلت على الريكفري وعلى الاكل يعني هدول عاملين اساسيين اذا مش عم نعملهم ما حدا في يعمل ست ايام رياضه بهالطريقه فهيدي الريكفري شغله كثير مهمه وي نيد تو ريكفر وبحاجه لنهار او نهارين بالاسبوع عشان هيك دائما عم بدايه كل ويكند شو ما كانت الظروف دائما بشجع المشاهدين حتى يظهروا ويتسلوا وينبسطوا لانه بالفعل نحن بحاجه مش بس لراحه جسديه لراحه نفسيه مزبوط مش بس بالرياضه بكل شيء بنعمله بالحياه بتعرفي الريستارت هي شغله كثير مهمه الريبوست هي شغله كثير مهمه انا برجع للايفنت اللي قدمناه كان ايفنت ام ام اي كان اول مره بلبنان بيعملوا فايت نايت هيك والاتحاد اللبناني للفنون الايطاليه المختلطه كان بالمي كان على كيج محطوط بالمي كان بانفايرمنت هيك شوي سبيشال وبفكره كثير مبتكره هي فكره جديده بلبنان امين الام ام اي هي بركي من اكثر جروينج سبورتس بالعالم يلي هي الفنون الايطاليه المختلطه يلي بيجمعوا كثير من الفنون الايطاليه بقول لك هي اكثر لعبه ترندي بالعالم اخذ كثير اضواء صحيح لدرجه انه عم نشوفها مش بس بمناسبات او نشاطات رياضيه عم نشوفها بنايت كلوبز حتى في اوقات بيعملوا كيج فايتنج بنايت كلوبز وصار في بتعرفي في فيدريشنز اذا بدك معروفه كثير مثل اليو اف سي عندك فيدريشنز كمان اقل شهره واقل ولكن هيدا النوع من الرياضه صار عم بياخذ الاضواء رياضه كثير خطره ولكن في لها فلسفه فلسفتها بلشت بامريكا انه بدل ما تعملوا فايت بالشارع تاعوا على الاوكتاجون على الكيج وعملوا فايت في فلسفه رياضيه في ناس بحبوا في ناس ما بحبوا ولكن بتضل الرياضه والرياضه شو ما تكون هي منيحه وبتنمي العقل قبل الجسد البوت كامب اي متى بتبدا اليوم الساعه 6 بالبرايا من 6 لل 7 بالليل مش من 7 ل 8 دائما عم بصير في كونفيوجن من 6 لل 7 هو الصف اسمه سانست بوت كامب عند مغيب الشمس بنشتغل على الرمل عم بكون عجقه كثير عم بكون كثير صف حلو اتس ميليتري تايب اوف كلاسز انا بتمنى كل العالم عم يسمعوني بالهوا الطلق امين بالهوا الطلق بالهوا الطلق حلو بيظهروا بيتسلوا وينبسطوا بيحافظوا على رشاقتهم صحيح شكرا لك امين ان شاء الله بتنبسطوا وبنشوفك على رد نهار الثاني هاف ا جود ويكند ثانك يو سيم تو يو